الله، هي انطلاقاتنا مستمرة على أرضية هذا الميدان في هذا الصباح المميز الجميل بانطلاقات جني أصحاب السمو والشيوخ على أرضية هذا الميدان هنا بانطلاقات وتحديات جميلة لمسافتنا هنا 6 كيلومترات في هذا الصباح المميز مع انطلاقتي هنا الحول إذا وتحدياتهن هنا مع جني أصحاب السمو الشيوخ. نسير معكم مع هذه الانطلاقة، نسير مع التحديات، نسير مع الإثارة، نتابع فدارة هذا الشوط والمقدمة والمنطلقة ادهمة على الصدارة أو هنا الكورة من تنطلق على الصدارة على المقدمة والمركز الأول لسمو الشيخ محمد بن زياد السيف بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأميني هملولة على المركز الثاني، وكذلك هملولة على المركز الثالث هنا بشعار هجن الرئاسة ومتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد، بينما تأتي فخر من الجانب الآخر لسمو الشيخ نهيان بن ذياب السيف بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الله الأميني بهذه الانطلاقة والتحديات هنا أدهم القادمة بهذه الانطلاقة هنا وتحديات سمو الشيخ خليفة بن ذياب السيف بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الله الأميني، بينما المركز الخامس أو المركز السادس والمنطلقة هنا هملولة، سابعا كذلك هملولة، ثامنا هملولة، هجن الرئاسة بمتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد، وتاسعا تأتي الشاهينية من هجن ندي الشبا مع سالم بن سعيد بالتضمير، وكذلك المركز العاشر الشاهينية لهجن ندي الشبا بمتابعة هنا سالم بن سعيد في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات. هذه هي الأسماء المنطلقة الباحثة عن الفوز وعن الناموس في مجريات شوطنا هنا الرابع في مجموعة أشواط هذا الصباح المميز الجميل. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذه الانطلاقة. نعود إلى هملولة، نعود إلى هملولة من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، اندفعت بصدارة هذا الشوط بهذه الانطلاقات والتحديات من هجن الرئاسة بمتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابعها على الصدارة على المقدمة، كذلك هملولة هنا من تأتينا على ثانية المراكز هنا من هجن الرئاسة وحمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد في التضمير، بينما المنطلقة هنا الكورة لسمو الشيخ محمد بن زياد بن سعيد بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين، وتأتينا فخر لسمو الشيخ نهيان بن زياد بن سعيد بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين رابعا، بينما المركز الخامس المنطلقة هنا من حافة هنا القادمة بهذه اللحظات هملولة، هملولة القادمة على المركز الخامس هنا من هجن الرئاسة بمتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد، الوصول من الدهمة القادمة هنا لسمو الشيخ خليفة بن زياد السيف بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين، بينما هنا هملولة من تأتينا سابعا منطلقة بهذه التحديات الجميلة هجن الرئاسة ومتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدم لنا هملولة هنا بهذه الانطلاقة والتحديات هنا الجميلة القادمة، كذلك هنا الشاهينية قادمة، ومن الجانب الآخر الشاهينية هنا هجن ندي الشبا بقيادة سالم بن سعيد في التضمير، وعلى المركز العاشر هملولة المتدخلة بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات هنا من هجن الرئاسة بمتابعة هنا حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابعها بهذا الانطلاق وهذا التحدي الرائع الجميل. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول هو هملولة، هملولة المسيطرة.
هملولة هملولة المنطلقة، هملولة على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق الرائع الجميل هنا بمتابعة هنا هجن الرئاسة ومع حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدمها على الصدارة المتجمل بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، كذلك المركز الثاني هملولة المنطلقة بهذه التحديات الجميلة. هنا أيضا هجن الرئاسة كان بن محمد بن سعيد بن مروشد أرى فخر من الجانب الآخر بهذه الانطلاقة وبهذا التسلل. هنا لسمو شيخ نهيان بذياب السيد بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأميني، وصلت هملولة هنا من هجن الرئاسة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابعها على المركز الرابع، عينها على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول الشاهينية. خامسا هنا من هجن نادي الشباب مع سالم بن سعيد، سادسا تاتينا هملولة، سابعا كذلك هملولة هجن الرئاسة وحمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد والشاهينية القادمة هنا من هجن العاصفة بمتابعة هنا غياث الهلالي، تأتينا ثامنا بينما الكورة على المركز التاسع سمو الشيخ محمد بن ذياب السيد بن محمد نهيان مع الصادق فضل الأميني، وعاشرا الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلال. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول بعد الكيلومتر الأخير من افتتحنا أبوابه بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. هملولة هملولة المسيطرة على زمام الأمور، تغرد خارج السرب هنا، تغرد بهذه الانطلاق وبهذا التحدي، باحثة عن النقطة الثالثة لهذا الشعار في هذا الصباح المميز الجميل. هنا مع هجن الرئاسة هي انطلاقة هملولة على المركز الأول هو الصدارة، هملولة على المركز الثاني، هملولة على المركز الثالث، هملولة على المركز الرابع. هنا بهذا الانطلاق المميز هنا لهجن الرئاسة مع المتجمل دائما وأبدا حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد في المتابعة والتضمير، من يتابع هذا الشعار بهذا الانطلاق المميز الجميل وتحدياته هذا المسار المميز. ها هي إذن هملولة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا تهانينا هنا لهجن الرئاسة هنا على هذا الأداء الجميل وهذه التحديات المتميزة هنا بانطلاقات وتحديات هملولة ولحظة وصولها هنا بثالث نقاط هذا الصباح. تهانينا وناموس لهجن الرئاسة ولحظة الوصول لهملولة على المركز الأول، هملولة المركز الثاني، هملولة ثالثا، هملولة رابعا بهذا الانطلاق المميز الجميل، خامسا وصلت هنا بهذه الانطلاقة فقر لسمو الشيخ نهيان بذياب السيد بن محمد آل نهياني. ونعود إلى التوقيت الزمني مع انطلاقة وتحديات هملولة وأدائها المميز الجميل هنا وعرضها الجميل بدون أي أوامر، تصل إلى خط نهاية معلنة الفوز ومعلنة الناموس قاطعة المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 35 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا لمؤسسة هجن الرئاسة، تهانينا للمتجمل حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد، كذلك هملولة 9 دقائق 36 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية، وهملولة في المركز الثالث أيضا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا ب9 دقائق توقيتها الزمني هنا أيضا 37 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لحمدان بن محمد بن سعيد بن مروشة، تهانينا والناموس للجميع. التواصل يستمر إذن مشاهدينا الكرام في خضم هذه الانطلاقات الصباحية المميزة